اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج دوري ملوك مع خلود على موقع محطه مصر. حلقتنا النهارده مختلفه عن الحلقات اللي فاتت. قبل كده كنا بنغطي لكم اخبار الدوري الانجليزي، النهارده جبنا لكم اهم واشهر لاعبي الدوري الانجليزي خلال التوقف الدولي في الاسبوعين اللي فاتوا، والبدايه من منتخب انجلترا اللي بيقع في المجموعه التاسعه من تصفيات كاس العالم 2022 في قاره اوروبا، اللي بتضم البانيا والمجر وبولندا وايرلندا واندورا وسان مارينو، وبيقع في صدارة المجموعة بتسع نقط بالعلامة الكاملة. رحيم ستيرلينج نجم المنتخب الإنجليزي ومانشستر سيتي سجل الهدف الثالث بصناعة جيسون ماونت في المباراة اللي جمعتهم مع منتخب سان مارينو اللي خلصت بخماسية نظيفة. أما دومينيك كالفرت لوين لاعب إيفرتون فبيواصل تألقه في تسجيل الأهداف وسجل الهدف الثاني والهدف الرابع اللي كان من صناعة جيسي لينجرد لاعب وست هام المعار من نادي مانشستر يونايتد. اما فودن لاعب مانشستر سيتي فصنع هدف لي اولي واتكنز لاعب استون فيلا في اول مشاركه ليه مع المنتخب الانجليزي، نزل في الدقيقه 63 وبعد 20 دقيقه سجل اول هدف ليه. هاري كين نجم توتنهام شارك في ثنائيه انجلترا امام البانيا وسجل الهدف الاول بصناعه لوك شو نجم مانشستر يونايتد، والهدف الثاني صنعه برضه هاري كين لجيسون ماونت لاعب تشيلسي. واخر مباراه خدها المنتخب الانجليزي امام منتخب بولندا، منتخب انجلترا قدر ان هو يفوز 2-1 والهدف الاول سجله هاري كين من ضربه جزاء قال البعض ان هي غير صحيحه، والهدف الثاني سجله ماجواير بصناعه جون ستونز. ونروح لمنتخب سويسرا اللي بيمثله شاكيري نجم ليفربول. منتخب سويسرا بيخوض تصفيات كاس العالم 2022 في المجموعه الثالثه اللي بتضم ايطاليا وايرلندا الشماليه وليتوانيا وبلغاريا. شاكيري صنع هدفين في مباراتهم امام بلغاريا وسجل هدف الفوز في مباراتهم امام ليتوانيا. ونروح لمنتخب اسبانيا اللي بيمثله فيران توريز لاعب مانشستر سيتي اللي بيقعد دكه رحيم. منتخب اسبانيا في المجموعه الثانيه في التصفيات المؤهله لكاس العالم، فيران توريز سجل الهدف الاول في مباراه اللي جمعتهم مع منتخب جورجيا اللي خلصت 2-1 وسجل الهدف الثاني في المباراه اللي خلصت 3-1 امام كوسوفو. اما منتخب البرتغال اللي بيمثلهم دييجو جوتا وكانسيلو لاعب مانشستر سيتي ودييجو جوتا لاعب ليفربول في المجموعه الاولى من التصفيات اللي بتؤهل لكاس العالم 2022، دييجو جوتا سجل 3 اهداف، الثلاث اهداف من راسيات، الهدفين كانوا في مباراه صربيا في المباراه اللي جمعتهم مع منتخب صربيا، ودي المباراه اللي حصل فيها المشكله بتاعه كريستيانو رونالدو ان هو سجل الهدف الثالث والحكم لغاه بداعي ان الكوره ما مرتش خط المرمى بكامل محتواها، بس كريستيانو كان اقرب واحد للعبه دي وشاف كويس ان الكوره عدت، وده اللي عصبه وخلى الحكم يديله انذار. وبعد كده بعد المباراه كريستيانو رونالدو رمى الشاره في الارض، وده ضايق طبعا جمهور البرتغال، بس بعد كده اعتذر لهم، وكمان الحكم اعتذر لشعب البرتغال وللمنتخب البرتغالي بعد ما لغى لهم الهدف ده. اما كانسيلو فسجل الهدف الثالث في المباراه اللي جمعتهم مع لوكسمبورغ، ودييجو جوتا برضو سجل الهدف الاول في مباراه البرتغال امام لوكسمبورغ اللي خلصت 3-1، وكانسيلو صنع هدف لرونالدو كان الهدف الثاني. ونروح لجوندوجان اللي بيمثل منتخب المانيا. حصل مفاجاه في مباراه منتخب المانيا مع مقدونيا الشماليه وخسروا 2-1، ودي طبعا كانت مفاجاه كبيره لكل الناس اللي بتتابع منتخب المانيا، بس جوندوجان سجل هو الهدف الوحيد لمنتخب المانيا في المباراه دي. ومن تصفيات كاس العالم في اوروبا لتصفيات امم افريقيا اللي هتقام في الكاميرون في 2022، طبعا لازم نبدا بمنتخب مصر اللي بيمثلهم محمد صلاح والنني وتريزيجيه. منتخب مصر فاز على منتخب جزر القمر 4-0، والنني هو اللي سجل الهدف الاول في المباراه دي، ومحمد صلاح سجل الهدفين، وبكده هو عدى رقم حسن الشاذلي وبقى رقمه 44 بفارق شويه ارقام حلوين كده عن حسام حسن. اما بقى مباراتهم امام كينيا فدي كانت مباراه سيئه جدا، وكانوا يعتبروا بعد كده مباراتهم امام جزر القمر دي مصالحه للجمهور بعد الاداء الوحش اللي عملوه امام كينيا في نيروبي. اما بالنسبه لمنتخب الجزائر اللي بيمثله رياض محرز فهم كمان برضو تاهلوا رسميا لامم افريقيا وفازوا على بتسوانا 5-0، ورياض محرز سجل الهدف الثالث في المباراه دي. اما منتخب الجابون اللي بيمثله اوباميانج لاعب ارسنال برضو تاهلوا رسميا بعد ما جابوا 10 نقاط متساويين في النقاط مع منتخب جامبيا، وبيير امريك اوباميانج جاب الهدف الثالث في مباراتهم امام الكونغو الديمقراطيه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، وسؤالنا النهارده هو قولوا لنا توقعاتكم لمباراه دوري ابطال اوروبا اللي هتحصل الاسبوع اللي جاي، واكيد طبعا هنكلمكم عنها. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على محطة مصر على اليوتيوب، واستنونا الحلقة الجاية.